السلام عليكم. أثار ملف استيراد السيارات اهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة الأسبوع الماضي، وتساءلوا عن سبب استمرار الغلق بالنسبة للمركبات الأقل من 3 سنوات رغم تقنين استيرادها عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وعدم صدور نصوص تطبيقية تؤطر العملية لحد الساعة، وأيضا تأخر توزيع رخص الاستيراد على الوكلاء الجدد، رغم أن اللجنة التقنية لدراسة الملفات باشرت نشاطها بتاريخ 25 ماي المنصرم، وكان يفترض توزيع أول رخص بتاريخ 5 جويلية الماضي. وقال النائب عن حركة مجتمع السلم إن ملف استيراد السيارات شهد تأخرا ملحوظا، وأن وزارة الصناعة مطالبة اليوم بالإفراج عن رخص الجديدة للاستيراد في القريب العاجل، خاصة أن معظم حوادث المرور المسجلة في الطرق الجزائرية سببها الحظيرة المهترئة للمركبات نتيجة عدم دخول سيارات جديدة منذ سنوات. سلام.